طيب عندنا هنا السكابيولا لها 3 بروسيسز، 3 فسه وكافيتي واحد. خلينا اول شيء نبدا بالبروسيسز. اول بروسيس موجود عندنا اللي هو السباين، موجود كذا بشكل عرضي في البوستيرير من السكابيولا. هذا السباين، نهايه السباين بنجد عندنا الاكرومن بروسيس اللي هو هذا اللي يشبك مع الاكروميال اند من الكلافيكل. هذا الاكرومن بروسيس. بعد كذا عندنا الكوراكويد بروسيس اللي موجود هنا. اذا عندنا سباين، اكرومن، وكوراكويد. نجي الان للفسه. الفسه اللي موجوده عندنا في البوستيرير من السكابيولا تكون بالنسبه للسباين، فاما سبيرير للسباين او انفيرير للسباين. فسبرا سبينيس فسه، انفرا سبينيس فسه. اخر فسه موجوده عندنا في الانتيرير اللي هي سب سباكيولار فسه، موجوده هنا هذه. هذا بالنسبه للفسه. بقي عندنا اخر حاجه اللي هو الكافيتي. هذا الكافيتي اللي هو الجلونويد كافيتي، هو مكان الارتكيوليشن مع الهيومرس.